أثقل إنسان على وجه الأرض، وزنه أكثر من نصف طن. عدلت هذه الشاحنة خصيصاً لتحمله في شوارع المكسيك نهاراً وينام فيها ليلاً داخل مرآب للسيارات. يأكل البيتزا والبرجر بشكل متواصل ويشرب عصير السندوتشات. لقد أدمن الوجبات السريعة وعانى من سمنة مفرطة. مانويل أوريبي الذي سجل رقماً قياسياً كأثقل رجل في العالم بوزن وصل إلى 560 كيلوغراماً في عام 2006. عند زواجه تم هدم أحد جدران بيت الزوجية كي يتمكن من دخوله. لا يستطيع المشي أو تحريك قدميه، ولذا عندما أراد التنزه مع زوجته وضعوه على هذه الشاحنة المسطحة في الهواء الطلق. لا نتمكن من الذهاب إلى العديد من الأماكن، لكننا سنكون قادرين على التواصل مع الطبيعة، ونأمل حتى في الذهاب إلى الشاطئ، وسيتم تثبيت سريره بشكل دائم على الجزء العلوي على سطح الشاحنة. لكن أقرب الأشخاص لديه تركوه وحيداً في محنة سمنته المفرطة. زوجته كلوديا سوليس تخلت عنه في أشد فترات حياته سمنة واحتياجاً، ومع الوقت تضاعفت معاناة أوريبي بعدما وجد نفسه وحيداً، لدرجة أنه أراد إنهاء حياته. ولكن بفضل بعض الأطباء والمقربين جرى مناشدة المسؤولين على التلفزيون المكسيكي عطفاً على حالته، ما أثار اهتماماً دولياً كبيراً بمأساته. La condición física de Manuel está libre de diabetes, libre de hipertensión, libre de enfermedad cardíaca, libre de depresión. Su flexibilidad es mejor, aún hace ejercicio todavía. Sin embargo, yo considero que todavía tendrían que pasar mínimo dos años para que él pueda vencer esos tumores si siguen en este comportamiento, de tal manera en que pueda permitan que él se levante de la cama. ومن رحم معاناته ولدت نجومية مانويل أوريبي، فأصبح نجماً تطارده الكاميرات. هنا يسترخي على سريره المحمول في هواء مدينة مونتير المكسيكية، يتفاعل مع معجبيه عن طريق الهاتف، ويدلي بأحاديث وتصريحات صحفية للمجلات والقنوات، حتى موسوعة جينيس للأرقام القياسية أرادت منحه لقب أثقل رجل في العالم. حاول اللجوء إلى عمليات شد المعدة، لكنه أصيب بتورم هائل بعد خضوعه لهذا النوع من العمليات، فلجأ إلى نظام حمية غذائية فقد من خلاله أكثر من 200 كيلوغرام. Bueno, yo me siento muy bien. Hemos echado muchas ganas a esto del nuevo estilo de vida que hacemos. Se llama la dieta de la zona. Hemos logrado ya en dos años y medio bajar alrededor de 240 kilos aproximadamente. Y me siento muy bien, o sea, cada día mejor. Mi cuerpo está más sano, mis arterias, todo. Gracias a saber cómo comer. وفي عام 2014 يعاني مانويل أوريبي من عدم انتظام ضربات قلبه، فينقل إلى المستشفى بواسطة هذه الرافعة. لكن وبعد مشوار طويل مع المعاناة، توفي مانويل أوريبي عن عمر ناهز 48 عاماً، وجاء تشخيص الوفاة مرض عجز الكبد.